أعد معكم أعزائنا الطلبة لإتمام ما كنا قد بدأنا به قبل قليل في حديثنا عن أسلوب التوكيد. كنا قد توقفنا عند النوع الأول من أنواع التوكيد وهو التوكيد اللفظي. تأتي الآن إلى النوع الثاني أو الطريقة الثانية من طرائق التوكيد وهي أسلوب التوكيد المعنوي. ونعني بالتوكيد المعنوي هو تكرار المعنى، ولكن تكرار المعنى لا يتم إلا بمفردات محددة. المفردات المحددة هي نفس وعين، وننتبه إلى أن نفس وعين من الممكن أن أؤكد بها المفرد وأؤكد بها المثنى وأؤكد بها الجمع. لاحظ معي عزيزي الطالب هذه الجمل، أقول حضر الطالب نفسه أو عينه، قابلت الطالب نفسه أو عينه. التوكيد المعنوي ننتبه إلى أنه تابع يأخذ حركة ما قبله، يسبق بالمؤكد ويأخذ حركة المؤكد إعرابيا. إن كان مثنى نقول حضر الطالبان أنفسهما أو أعينهما، ورأيت الطالبين أنفسهما أو أعينهما، وسلمت على الحاضرين أنفسهم أو أعينهم. وفي بعض الأحيان من الممكن نفس وعين أن تقترن بها الباء الزائدة، فيكون التوكيد في هذه الحالة هو توكيدان، التوكيد الأول بالباء الزائدة والتوكيد الثاني بالمعنوي بنفس. فأقول على سبيل المثال المدير بنفسه تفقد وزارته، تفقد مديريته أو إلى آخره. فبنفسه هنا ننتبه إلى أن الباء الزائدة هي توكيد بالحرف، وننتبه إلى أن هناك كلمة نفس هو توكيد معنوي. أما النوع الثاني من الألفاظ التي من الممكن أن نؤكد بها فهي كلا وكلتا، وننتبه إلى أن كلا وكلتا تعرب إعراب المثنى وبالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا، ويشترط فيها أن يكون فيها ضمير يعود على المؤكد. جاء الطالبان كلاهما، وجاءت الطالبتان كلتاهما، رأيت الطالبين كليهما، ورأيت الطالبتين كلتيهما، وهنا تعرب إعراب المثنى. ولاحظ في حالة الجر. نأتي إلى قول الشاعر يقول لساني وسيفي صارمان كلاهما. كلاهما هنا إعرابيا تعرب توكيد معنوي مرفوع علامة رفعه الألف لأنه ملحق بالمثنى وهو مضاف، وهما ستكون ضمير متصل في محل جر بالإضافة. نأتي إلى سؤال وزاري عن كلا وكلتا، يقول الشاعر كلا كفيه بالمعروف بحر وكل صفاته عذب جميل. نأتي يقول السؤال لا تعد كلا وكل الواردتين في الجملة لا تعد توكيدا في هذا البيت، لماذا؟ وثم يسأل اجعل كلا توكيدا. لاحظ عزيزي الطالب نحن قلنا بأن التوكيد يشترط فيه كلا وكل، وكل أنواع التوكيد المعنوي يشترط فيه أن يكون فيه ضمير يعود على المؤكد، هذا أولا. ثانيا يجب أن يكون مسبوق بالمؤكد، المؤكد يأتي بعد المؤكد حتى وإن كان فيه ضمير في بعض الأحيان لا يعد توكيد. نأتي إلى كلا كفيه، لاحظ هنا لم يضف إلى ضمير، إذن هذه كلا هي ليست توكيد. لو أردنا جعلها توكيدا نقول كفاه كلاهما، كفاه كلاهما، وستكون هنا في هذه الحالة هي توكيد. أما بالنسبة لكل، لماذا لا تعد توكيدا في هذه الجملة؟ نقول كل لا تعد توكيدا لأنها لم تضف إلى ضمير، ولو أردنا جعلها توكيدا نقول صفاته كلها. فهنا هذه الإجابة أمامك عزيزي الطالب عن هذا السؤال. نأتي إلى سؤال وزاري آخر يقول العاشقان كلاهما متعتب، العاشقان كلاهما متعتب وكلاهما متغصب متذلل. السؤال يقول كلاهما الواردة في الشطر الأول لا يصح إعرابها توكيدا، العاشقان كلاهما سبقت، من الممكن أن يفكر الطالب أنها سبقت بمؤكد فيها ضمير، إذن في هذه الحالة هي تعد توكيد. ولكن عزيزي الطالب يبقى دليلنا في التوكيد أننا نستطيع حذفه. لو حذفنا كلاهما وقلنا العاشقان متعتب، هل هذه الجملة صحيحة؟ بالتأكيد هذه الجملة خاطئة، إذن كلاهما لا تعد توكيدا بل تعد مبتدأ ثاني.
نقول العاشقان مبتدأ أول، كلاهما مبتدأ ثاني، ومتعتب ستكون هي الخبر للمبتدأ الثاني. جملة الإسمية من المبتدأ والخبر ستكون في محل رفع خبر للمبتدأ الأول. هذا الأمر يجب أن ننتبه إليه عزيزي الطالب، وفي حال لو طلب منا أن نجعل كلاهما توكيد نقول العاشقان كلاهما متأتمان، ستكون في هذه الحالة يجوز أو صحة حذفها دون الإخلال بالمعنى. نعم، معنا اتصال فاطمة من كربلاء، تفضلي فاطمة. أهلا وسهلا. عايزة تشرحي لي التوكيد بالحروف. التوكيد بالحروف. إيه. هل لديك سؤال آخر؟ إيه. والتوكيد بالحروف الزائدة همي. التوكيد بالحروف الزائدة. نعم. ابقي معنا سأقدم لك شرحا مفصلا لهذا الأمر، وشكرا لك على هذا الاتصال. فاطمة، التوكيد بالحروف عزيزتي فاطمة يكون بحروف محددة. الحروف التي ذكرت أو المجتزأة من موضوع التوكيد والتي ذكرت في كتابكم هي إن وأن المشبهتين بالفعل، وأنت تعلمين أن وأن هي من الأحرف التي تدخل على الجملة الإسمية، تنصب الأول اسما لها وترفع الثاني خبرا لها. هذا أولا، أينما ترين أن إن وأن تستخرج على أنها حرف أفاد التوكيد. الحرف الآخر عزيزتي فاطمة هي قد، وقد كما تعلمين من الممكن أن تدخل على فعل ماض، أو تدخل على فعل ماض، أو تدخل على فعل مضارع. فحينما تدخل على الفعل الماضي نقول عنها هي حرف تحقيق، بمعنى أن الأمر قد تحقق، ولكنها إن دخلت على فعل مضارع في هذه الحالة نقول عنها هي حرف تقليل، بمعنى أن الأمر من الممكن أن يحصل، أو حينما نقول قد يذهب فلان في هذه الحالة المعنى. فحينما تدخل على الفعل المضارع لا تعد توكيدا، ولكن ننتبه أنها إذا دخلت على فعل ماض ستكون في هذه الحالة هي توكيد. فأنت تقولين قد ذهب، بمعنى أن الأمر تحقق وحدث وانتهى، إذن هذه قد هنا أفادت التوكيد. التوكيد الآخر هو بلام التوكيد، ولام التوكيد عزيزتي فاطمة هي لام مفتوحة، تختلف عن بقية اللامات التي نعرفها، لام التعليل ولام الأمر ولام التي تكون حرف جر ولام الجحود، كل هذه اللامات تكون مكسورة، باستثناء لام التوكيد تكون مفتوحة وترد في مواضع مختلفة، من الممكن أن ترد مع المبتدأ، فنقول على سبيل المثال في النص القرآني للآخرة خير لك من الأولى، للآخرة دخلت على المبتدأ، هنا من الممكن أن تدخل على الخبر المقدم نقول لرائع ثوب الحياة يعيبه هذا القصر، لرائع، اللام هنا دخلت على الخبر المقدم. ممكن أن تدخل على خبر إن المزحلقة، إن الأبرار لفي نعيم، لفي نعيم، وهنا تسمى اللام المزحلقة. ممكن أن تدخل على اسم إن المتأخر في بعض الأحيان، إن من البيان لسحرة، فهنا دخلت على. ننتبه أنه هذه اللام عزيزتي فاطمة نميزها من خلال أنها لام مفتوحة، من الممكن أن ترد في جواب الشرط وترد في جواب القسم، وسيكون هناك لدينا كثير من الحالات سنتحدث عنها فيما يتعلق باللام المفتوحة. إضافة لذلك من التوكيد بالحروف هو التوكيد بنون التوكيد الثقيلة والخفيفة، والتي تختص بتوكيد الأفعال. فعل الماضي لا يؤكد بها أبدا، فعل المضارع من الممكن أن يؤكد وجوبا أو جوازا أو امتناع، يمتنع توكيده، هذه أحكام توكيد الفعل المضارع. أما فعل الأمر فيجوز توكيد فعل الأمر بالنون متى ما شئنا. هذه هي الحروف التي سألت عنها. بقي تتمة لسؤالك، سألت عن الحروف الزائدة. الحروف الزائدة سبق لك وأن درستها في النفي، من حينما تكون حرف جر زائد حينما تدخل على الاسم النكرة، الباء حينما يدخل على الاسم النكرة أيضا يعد باء، هذه تعد باء زائدة،
وأيضا ننتبه إلى أن الباء الزائدة وردت قبل قليل، تحدثنا عنها حينما تدخل على كلمة نفس وعين، في هذه الحالة ستكون هذه الباء زائدة، إضافة إلى الكاف التي تكون زائدة مع كلمة مثل وكأمثال. هذا ما يمكننا الحديث عنه عزيزتي فاطمة، ونعود إلى أسئلتنا. هناك سؤال يقول: ما أقرب ما تحته خط والخط تحت كلاهما؟ إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. كلاهما عزيزي الطالب هنا اسم معطوف على أحدهما، ففي هذه الحالة لا تعد توكيدا. وهناك مثال آخر: زرت كلا أخوي. كلا عزيزي الطالب نقول عنها في هذه الحالة مضافة إلى اسم ظاهر، فهي ليست توكيد وتعرب بالحركات المقدرة كما مذكور أمامك. وننتقل إلى أمر آخر عزيزي الطالب، في قوله تعالى: كلتا الجنتين آتت أكلها. أيضا هنا كلتا ليست توكيد لأنها لم تضاف إلى ضمير، وننتبه إلى هذه الملاحظة. أضف إلى ذلك عزيزي الطالب أن المفردات كل وجميع وعامة أيضا يشترط فيها أن يكون فيها ضمير يعود على المؤكد لكي تعد هذه المفردات توكيدا، وأضف إلى ذلك بإمكانية حذفها. وعلم آدم الأسماء كلها، كلها هنا توكيد. قل إن الأمر كله لله، كله كله هنا توكيد لاسم إن الأمر، إذن كله توكيد منصوب. فسجد الملائكة كلهم أجمعون، هنا التوكيد بكلهم والتوكيد أيضا بأجمعون. وننتبه عزيزي الطالب إلى ملاحظة مهمة، أن كل وجميع وعامة يشترط فيها أن يكون فيها ضمير يعود على المؤكد، باستثناء أجمعون تعرب إعراب جمع المذكر السالم بالواو رفعا وبالياء نصبا وجرا، ولا يشترط فيها أن يكون فيها ضمير يعود على المؤكد بل تؤكد مباشرة. فاصل عزيزي الطالب ونعود إليك بعد قليل.